بأي حال. إنه عيد الميلاد، عيد السيد المسيح، ففي القدس يقوم الناس بتجميع أشجار الميلاد على أمل أن يعم السلام والمحبة في أرض من كانت رسالته الخير والسلام، محاولين بهذا إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أثقلتها معاناة وأزمات أصبحت في صلب حياة الشعب الفلسطيني. نأمل أن نكون سعداء ويحتفل الناس بالعيد بسلام، فعلى الرغم من الصراع الحاصل في القدس لا يسعني إلا أن أتمنى عيدا سعيدا للجميع. بابا نويل الذي يدخل الفرحة إلى قلوب الناس أبى إلا أن يشارك في توزيع شجرة الميلاد ويهنئ جميع شعوب العالم بالعيد. أتمنى أن يعم السلام في العالم، وآمل أن يتمتع كافة الناس بالسعادة والعافية. في المقابل وجه بطريرك اللاتين في الأراضي المقدسة فؤاد طوال أول رسالة ميلاد له منذ توليه منصب البطريركية، حيث دعا إلى فك الحصار عن غزة وأنقاذ القدس من المستوطنات. بألم وحسرة نشاهد فرض الحصار على المدنيين ونصب الحواجز وبناء الجدران مما يولد القهر والعنف، فتتنامى مشاعر العداء والبغضاء بين الشعوب، وأشد ما نحتاج إليه الآن هو بناء جسور تؤدي إلى حياة هادئة مفعمة بالسكينة والثقة المتبادلة والتعاون. البطريرك طوال استغل فرصة العيد لمناشدة الفلسطينيين أنفسهم ليعودوا إلى الوحدة في إطار الشرعية المعترف بها، وليجنبوا أهلهم استمرار الحصار والمذلة. عيد الميلاد أتى هذه السنة والشعب الفلسطيني يترنح بين الحصار ونذير حرب إسرائيلية وبين انقسام فلسطيني حاد يقض مضاجع شعب بات لا يملك للعيش سوى الفتات. فهل سيستمع الأخوة المتخاصمون إلى رسالة السيد المسيح أن من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، وتعود اللحمة والوفاق إلى بلد مزقته الصراعات الداخلية؟ أحمد السباعي، روسيا اليوم.